كي دايرين اخباركم كي دايرين مع الصحيحه. انا البنات غادي نجيكم ان شاء الله واحد الصوبه ان شاء الله يا ربي قريب شهر رمضان ان شاء الله يدخل، ومره مره غادي نكرمي لكم شي حاجه هكايا اللي غادي تجيكم سهله ان شاء الله في شهر ديال رمضان. صوبه وغنديروا الحينشات ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. عندي البنات هنايا واحد البصله شلطتها، وعندي هنايا واحد الرابعه ديال السكالو، عندي هنايا درت معاهم واحد المعلقه ديال الزبده. ها هي البنات ها انتم راه تبان لكم معلقه ديال الزبده. غادي ندير معاها واحد معلقه معمره ديال الابزار، معلقه معمره ديال السكنجبير ما نكثروش فيها عندي هنا البنات غير معدنوس، ها هو كان عندي في الكونجير ودار داكشي علاش. غادي ندير بطاطا البنات، عندي هنايا واحد جوج بطاطا كبار، لي كاروت هما واحد جوج ديال الخبز هكايا مقطعين، نديرو فيها الماء البنات. دائما الماء نديروه هنايا في الجنب باش كتبقى ديك البنه في الماكله ما كتسيلش هكايا. غادي نغطي عليها ونبقى نطيب. عندي هنايا البنات الشافينيو، ها هو انا عندي ديال الحك قطرتو بالماء مزيان مزيان، درت معاه واحد شويه ديال الزيت انا قليته، ومن بعد البنات غادي نخليه شويه فوق المقله كيتقلى، وغادي نرجع معاكم وتشوفوا الطريقه كيفاش غنديرو. ملي خلينا هذيك الصوبه كطيب البنات حنا غادي نرجعوا ان شاء الله غنديروا هاد الحينشات ان شاء الله باش غادي نرفقوها، وغتشوفوا هاد الحينشات البنات راه كيجيو زوينين بزاف وساهلين ساهلين لا في القوام ديالهم ولا في الخدمه ديالهم. و احنا نبداو، عندي كاس ديال الماء، عندي كاس ديال الحليب، الملحه، راس ديال معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. هادشي هو اللي فيها البنات. وغادي نديروا لا فارينه البنات، هاد الكاس ديال الماء وكاس ديال الحليب غادي نديروا فيه الطحينه البنات حتى نجمعوه مزيان. العجينه ما خصهاش تكون جاريه على حقاش غندلكوها بالمدلك، ما تكونش جاريه وما تكونش قاسحه بزاف. منين غادي ندير المهم غادي نخلطها قدامكم شويه، ومن بعد غادي نعجنها ونرجع معكم ان شاء الله. كما قلت لكم البنات مره مره ان شاء الله غادي نرمي لكم شي حاجه ديال على حسب شهر رمضان ان شاء الله. نبقى ندير لكم نخلط لكم ما بين المالح والحلو، لحقاش هو في الحقيقه الحلو راه ماشي غير الشباكيه، كاينين حوايج اخرين زوينين نقدو نعاونو بهم الشباكيه. من غادي نجمع هاد العجينه هادي ونرجع معكم البنات. انا رجعت معكم باش نديرو هاد الحشوه هادي ان شاء الله، هي باش غادي هي ان شاء الله باش غادي نعمرو هذوك الحينشات ان شاء الله يا ربي. عندي هنايا البنات هانتوما واحد جوج بصلات صغار قطعتهم هكا يا رقاق رقاق، وهاد عندي البنات اللحم هكايا مقطع حتى هو هكا غير رقيق هانتوما ماشي بزاف غير قياس. عندي البنات هنايا بطاطا، البطاطا اللي غبيناها هادي غبي هادي
ومنين من شديتها وغبيتها وليت عصرتها البنات، ما خليتش داك الماء فيها. عندي هنايا القزبوره البنات نياس، واحد المعلقه وشويه هكا، عندي هنايا الكمون البنات، الكمون ما نكثروش منه، ها نتوما شوفوا راس معلقه، واحد شويه ديال الابزار، البنات ديال سكينجبير غير شويه، الملحه البنات على حسب الذوق، صافي البنات هادشي هو اللي غادي نديرو في هاد الحشوه هادي، وغادي نخلطها مزيان مزيان البنات ونخليها ترتاح شويه وغادي نرجع معاكم. البنات انا رجعت معاكم من هاد العجينه، خليها ارتاحت ضروري نخليها ترتاح شويه، كنغطيهم في المكتب واحد شويه ديال الفرين، طلقوها بالمدلك مزيان مزيان البنات، وعطيوها لفارين ما تخافوش هانتوما باش ما تلصقش، ديال البنات هنايا الزبده اللي حيد لي هذاك الحليب اللي فيها طيبتها حتى تولات صافي محيد منها الحليب، هانتوما شفتو ولات هي قطره، ان
نجيب هذاك الخليط ديالي البنات. هكايا غادي تجيب شويه ديال الفرماج ديروا من فوق اي فرماج كان عندكم وتقدوا ديروا مناقص من الفرماج ما ديروش غادي نديروا الاخرى من فوق هكايا نحاول نقادو هاد القناة غادي نرجع معاكم البنات البنات ملي درت هادي من الفوق هانتوما كتشوفو غنزيد واحد شوية ديال الزبدة هكا في القناة هكا هاد الخليط البنات حتى هو غنزيدو ما نكثروش انتصار قالت لكم بغات لي بومبو انتصار يا انتصار خليط ما كنكثروش بزاف الفرماج سمحولي انتي صاقتي بغات لي بومبو نعطيوها لي بومبو غنجيو البنات هنا هكايا نحاولو نجرو نقادو ونلويو هكايا هكا نديرو يدينا في الزبدة هكا ها ونلويو هكا ونلويو مشيو هكا البنات حتى نكملو البنات ملي درنا هاد البابي في الصوب عندنا شوية الزبدة وحطيناها في من الطلقات وهانتوما البنات راه كنرصها هكايا بيدي هانتوما درت على هاد القدر هذا ها تقدرو نتوما تزيدو تكبرو هذا عندي البنات البيض صفر ديال البيض مع واحد المعلقة ديال الحليب هكايا نزيدو هاد الفوق شي هكايا غير بشوية البنات هكايا البنات و ملي نكمل ان شاء الله ملي نطيبو نرجع معاكم